تأتي هذه الحملة الصحية في وقت تحتاج إليه الأمهات والأطفال إلى توعية صحية، وذلك تزامنا مع الاحتفال بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية تحت شعار حماية الرضاعة الطبيعية مسؤولية مشتركة، وهي مبادرة دولية قامت بها منظمة الأمومة والطفولة اليونيسف، وتهدف إلى ترسيخ مفهوم الرضاعة الطبيعية لدى الأمهات. وبهذه المناسبة أبدت مندوبية الصحة الولائية بولاية شاربة قرمي تعاونها التام مع منظمة الأمومة والطفولة اليونيسف مكتب تشاد لتوعية السكان حول أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها للأمهات والأطفال دون استخدام أي سوائل أخرى خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الأطفال. من جهته حاكم ولاية شاربة قرمي أحمد عبد الله فضل قال إن التعبئة الاجتماعية حول الرضاعة الطبيعية في ولاية شاربة قرمي تساعد دون شك في الحد من سوء التغذية، مؤكدا جهود حكومة المجلس العسكري لانتقال الفريق محمد إدريس دبيتنو التي وضعت الصحة من أولوياتها، فيما تداخل مسؤول إدارة التغذية وتقنية المواد الغذائية بأن وزارة الصحة تبنت خطة لتوسيع مشروع تغذية الرضع والتي دخلت مرحلة التنفيذ بهدف الحد من ظاهرة انتشار مرض سوء التغذية بين الأطفال حديثي الولادة.